النهاردة كمان دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة العودة إلى الحوار السياسي في السودان. بصراحة عنده حق، داعيا لوقف إطلاق النار وضمان الالتزام به. وأضاف شكري خلال ترأسه لدورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أن مصر على استعداد دائم للمساهمة في حل الأزمة في السودان، مؤكدا تضامنهم معها، مشددا كمان على الجهود الدولية والإقليمية التي بذلتها مصر لحل الأزمة في السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار وتوحيد الجهود العربية لوقف الاشتباكات. حتى كمان النهاردة قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى برضو الوزراء الخارجية، لأن طبعا أنتوا عارفين طبعا المؤتمر ده شغال امبارح والنهاردة، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة ليها. وطالب كمان الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار وإحاطة المجلس بالتطورات. وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها. طب احنا معنا على الهاتف سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق للتعليق النهاردة على هذا الاجتماع وزراء الخارجية العرب النهاردة في الجامعة العربية بشأن السودان وبشأن كمان سوريا. لو بدأنا بشأن سوريا، أهلا أولا، أهلا بحضرتك يا سعادة السفير. أهلا بك حبيبي، أهلا بك، مساء الخير. حضرتك دايما منورنا يا فندم. العفو، أهلا بك، ربنا يخليك. أولا يا فندم، يعني لو كلمنا عن رأي سيادتك في قرار جامعة الدول العربية اليوم برجوع سوريا مقعدها في الجامعة، ويعني تعتبر كده رجوع سوريا بشكل طبيعي إلى مكانتها في الوطن العربي. الحمد لله، أنا بعتبر ده تطور إيجابي جدا، لأن طول ما إحنا تبنينا الحوار وليس المواجهة والمقاطعة، ده مش ليس سيمة الأشقاء. نعم. ثم أعان الله سوريا على ما هي فيه. هي اللي حاصل، إحنا دائما نقول العيب فينا ونشكو غيرنا. نعم. دايما نقول في مؤامره خارجيه، وان سوريا فيها النهارده 4 أو 5 جيوش اجنبيه للاسف. نعم. لان اكبر ما تصاب به امه ان تعلو فيها القبليه على الوطنيه. نعم. وسوريا مقسمه كما هو السودان، كما هو اليمن وليبيا. حاجه تحزن. كمصريين ما بنحسش بهذا، لان عمرنا ما حد عارف يفرق بيننا، سواء اللي جاي من اسوان ولا اسكندريه ولا دمياط، ما بتفرقش. نعم يا فندم. فالمشكلة في سوريا داخلية، إن أقلية تحكم أغلبية، ولما حصل ما سمي بالربيع العربي في 2011 تسرعنا شوية، وافتكر إن حكومة مصر الإخوانية وقتها يعني كانت يعني أسهمت في هذا من حيث طرد سوريا من الجامعة العربية. أنا ضد إنك يعني تطرد دولة من مقعدها، لأنك كده بتحرم نفسك من الحوار معها. نعم فهمت. مرحبا بسوريا تعود، ونبتدي اولا نقنع الفرقاء في سوريا اننا سندعمهم جميعا لكي يصلوا الى عالم سوري واحد وحكومه سوريه واحده يرضى عنها جميع الفرقاء. فدي خطوه اولى عظيمه. نعم. السودان بقى الحقيقه كان هو يعني الخطوة. السودان النهارده كان يا فندم برضه يعني كان راي سيادتك ايه في 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 كلمه سياده الوزير سامح شكري، وقال لازم لابد من وقف اطلاق النار والحل السلمي. هو ده لازم نبدأ أولا. القتال بين إخوة الوطن الواحد ده أكبر مصيبة طبعا. والمصيبة الأكبر لو لجأ كل طرف لطرف أجنبي، فيصبح الحل في يد الأجانب وليس في يد أبناء البلد. نعم يا فندم. بالتالي السودان أكثر تعقيدا من سوريا، وبنشجعه على أن أولا نوقف القتال، يبقى يحلها ربنا، وده اللي نجحنا فيه في سوريا في ليبيا إلى حد ما، أن القتال متوقف. نعم. انما في يعني لعبه اللي يخبط الثاني كتفه، مين قاعد على البترول ومين قاعد على كذا. السودان. نعم. معقده جدا لانها منقسمه لقبائل. صح. لازم السودان انفصل عن مصر سليم يا فندم. صح. عشان يقول احنا سودان وانتم بيض. النتيجه ان السودان اللي انفصل عنا بقى سودانين، وكل سودان منهم في حرب اليه تهدد بكذا سودان. نعم. ثلاث سودانات ثانيين. لهذا دي مشكلة إفريقية عويصة، لأن إفريقيا ما زال يسودها القبلية، والشعار في إفريقيا النهاردة تسقط القبلية وتحيا الوطنية.
نعم. ريت نشجع أخواننا في السودان، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، لبنان يعني أكثر تحضرا شوية في الخلافات القبلية. فده ده الوضع. فنرجو على أي حال نتيجة اليوم إن خطوتين في الاتجاه السليم، سواء في سوريا سواء في السودان، نأمل إن شاء الله أن تكون هناك فرصة نبني عليهما لما فيه خير الأمة العربية والسودان يا رب وسوريا أيضا بإذن الله. سعادة السفير، يعني رأي سعادتك إيه في الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها مصر على كافة المستويات، في سواء في إجلاء المصريين أو أيضا إجلاء المواطنين من كل أنحاء العالم ومن جميع الجنسيات يا فندم؟ وفي إشادات كبيرة جدا من كل الدول بعتتها النهاردة، حتى الكاميرون بعتت إشادة لمصر، وتحية كبيرة للحكومة المصرية في إجلاء مواطنيها. ده صحيح، إنما هو أولا إلى جانب الشعور نحو الأشقاء، إنما هو واجب إنساني. أنت لما بتلاقي حد غريق وأنت في المركب لازم تمد إيدك تسنده. ولسه كان من أسبوع برضو إنجلترا كانت بعتة برضو إشادة يا فندم. إنجلترا شكرت مصر مرات، وبما إنك أنت لك حدود مباشرة مع السودان. نعم. الحدود دي مأهولة، ما هيش صحراء ولا حاجة. نعم. هي حدود ما شاء الله التجارة تعبر فيها والأفراد طول عمرها. فبالتالي البوابة المصرية السودانية مأهولة. نعم. وإلى جانب إن إحنا مدينا يد العون لأبنائنا من المصريين، لا مرحبا بكل من هو يريد أن ننقذه. نعم. وصلت لإيطاليا، وصلت لإنجلترا كما تفضلت، والكاميرون، وأنا ليا معزة شخصية للكاميرون لأني كنت سافر فيها وأعرف كيف يعشقون بلدنا مصر. الحمد لله. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. يعني سعادة السفير جمال بيومي سعادة وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا يعني انا عايز اقول لكم فعلا يعني لا بد من وقف اطلاق النار. يعني كلمه سعاده السفير، سعاده الوزير سامح شكري وزير خارجيه في موضوع كلمته النهارده في الجامعه العربيه، وقال لا بد من وقف اطلاق النار واللجوء الى الحل السلمي ليعم الاستقرار الى الشقيقه السودان. فعلا كلام سليم، لاني يعني من نهايه زي ما سعاده السفير جمال بيومي قال لك، هي حرب قبليه وكل قبيلة يعني بتتحامى في دولة كبيرة، في ظهرها دولة كبيرة، ما ينفعش. وفي النهاية هيبقى الكلمة للدول وليس للقبائل. فيعني نتمنى من هنا من برنامجنا مصر كل يوم ومن قناتنا مصر الزراعية أن يعم الاستقرار على دولة السودان في الفترة القريبة. وطبعا أنا مش عايز أقول لكم أن جهود مصرية كبيرة جدا لحل هذه الأزمة. يعني مصر بتقوم بجهود كبيرة قوي 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 فوق ما تتخيلوا لحل هذه الأزمة، لأن دي أزمة كبيرة. حدودنا في الجنوب غير ليه حدودنا في الجنوب، دي يعني مصر والسودان دي لغاية سنة 56 و57 كانت دولة واحدة، بتتكلموا يعني مصر والسودان وحدة وادي النيل. فبإذن الله بإذن الله الفترة القادمة نسمع أخبار جيدة وكويسة عن دولة السودان، ويعم الاستقرار ويعم الهدوء، ولغة العقول والحوار هي اللي تعم في النهاية، ويجد الحل السلمي طريقه في حل مشكلة السودان.